ازيك شباب؟ معاكم حلقة جديدة مع يوتيوب. جينا عشان نلعب لعبة روبلوكس. النهاردة هنلعب في ماب العنكبوت المرعب. هو اللزنيز هيكون العنكبوت، فخلينا نعمل بلاي. او ممكن يكون ولا هيجري ورانا، ممكن يكون الكنش. ايه ده؟ امال الشخصية بتاعتي اتحولت بقت كنشتش؟ والله فكرت معانا كنشتش الشرير. خلينا نشوف، لسه قدامنا حوالي 8 ثواني، فنبص سريعا على الشوب. اوكي، الشخصية بتاعتي والله اتحولت. عجيب. طبعا عندنا سبايدرات مان مختلفة، ف والله عندنا كمان سبايدر مان. اوكي، شخصيتي رجعت زي ما هي. عندنا في نسبة اللي احنا نكون الدبل، احنا العنكبوت. فخلينا نشوف. والله في بنت عندنا شكلها مخيف، وعندنا اخت الواد الكريشتش كمان هنا موجودة معانا منورة. والله يا عنكب، ابعد بعد عني، ابعد عن ابو اللذيذ. بقول لك انا مش طاس اللي فيها مكفيني. لا ده بيلعب في ودني. اتحولت انا العنكبوت الشرير من بدايتها. كده تنزل عنكب كده يا معلم، دلع العيال. اوكي، لكان يا مكان كنا قاعدين في مخيم. انت لسه هترغي يا اخويا؟ طبعا دخالي قاعد جنبي وانا عمال اضحك. عمال بيحكي حداويت وقصص ويقول انا فخور بيك وكلام القرع ده اللي احنا عارفينه. خلاص يا خالو، خلاص طبلت كده لغايه ما قلت يا بس. اول ما اشوف السبايدر هيطلع يجري دلوقتي. احلى مارشميلو ده ولا ايه؟ واحد بيقعد كده مستكنص ويدخل عليه عنكبوت. ايه الصوت ده يا خالو؟ روح بص. بيقول لي هو ايه ده؟ بتروح يا جدع؟ روح بص شوف الكلام. اكيد مفيش اي حاجه، طبعا لازم يشجعنا. ها، واول ما يروح هناك يا لهوي اهو رايح. والله فاكر نفسه اسطوري. بص انا حضراتي طلعت. الحقني يا ابو اللذيذ اجري. عم قلت لك بلاش، بنكح تراب، اخلع اجري وسبته. طبعا عايزين نهرب من الغابه المرعبه والبيت ده اللي هنحاول نهرب منه. صراحه اللعبه دي بحبها جدا، او الماب دي كل مره العبها واكون عنكب. النهارده ابو اللذيذ هيكون عنكبوت الشرير. يا عيال فينهم بقى؟ لا بص لما اجي اغضب بقى واحط ترابات وحركات. اوكي، قدامنا حوالي 4 ثواني. الثلاثه اثنين عنكب. انذار نقدر نتسلق. يا سلام، ايش بدات اتعصب. اطلع يا عنكب، ما تتعصبش، هدي اعضاك. خلينا نخش لهم من هنا. مية مية، ده هيتصرموا. ها، نحط لهم كده ربع السريع. حلو، ده يطلع عينيهم. اهلا اهلا يا فعال يا غدارة. البنت خافت والله، جالها صدفة. قلت لك جامدين ده. تعال يا نتاية. ها، ابو اللذيذ عايز ياكلك. هم يا جماعة جعان. يخرب عقلك، دخلت في التراب. تسعوني تسعوني، دخلت في الشرنقة محظوظة. نحط لك ترابات غيره. ايه؟ عارفة يا غدارة؟ اه، تعال تعال يا عم، انا جعان جعان. تعال يا سهية، طلعت تجري والله وزميلتها. نحط لهم تراب هنا كده سريعا. ايه بتلعبنا على الشناكل هي وزميلتها؟ لسه بتدور. عم ايه ده؟ اختفت، هربت الجبانه. يخرب عقلك، راحت فين البت؟ مشت وسابتني من الخوف. اوكي، لحقوا يفتحوا الحاجه دي كمان. نحط لهم تراب هنا ابو اللذيذ. تعالي انت المحترفه. ها، عايز تدوخني وبعد كده مش عارف اتعامل. تعالى يا نتاية، تعالى يا ابو اللذيذ كان جعان. بقى له فترة ما كانش قفل عليا الغدار. سبت زميلتك؟ انت تعالى انتصر، اعمل أي حركة كده تثبت وجودك، تثبت وجودك يا منوب. تعالى ها، قول لي تطلع ازاي؟ أنا العنكب. خش يا بطل، خش في هتخش بالأدب ولا لأ؟ خش يلا، خش. أنا هتقل لي أدبك، ما تخش ولا أدبك، ما تعصبنيش. يلا يلا خش يلا في التراب، خليك حلو، اسمع الكلام، هعضك تاني. أنا طلع، اطلع على لازم يطلع برضه. بص الواد وش أوتو. أي خد، شفته؟ يلا يا باشا، ما تستناش باب اللايك وبنات، عايزين نوصل الفيديو 50,000 لايك لسبايدر أبو اللذيذ. خلينا نشوف الضحايا اللي بعدها فين. اوكي، طب انا عندي خطه حلوه. اكيد لما يجي يلعبوا هينزلوا هنا، نحط له تراب تحت، يجي له صدمه يا معلم. اه، ده اسوأ تراب في العالم. اوكي، كده كده مش هيعرفوا يعدوا الحته دي. انا اتحشرت ولا ايه؟ لا الحمد لله، كمل.
مش ملاحظين ان دلوقتي مفيش اي حد قدر يقرب من المكان ده. اوكي هندور على بيتهم، تقريبا مفيش غير واحد. في صوت حد هنا، صوت النار يخرب عقلك. راح فين ده؟ وانا اهي تعالى بس طوال عسله. عشان تعبتك بسرعه اهم يا جمل. ايوه مره تعبان عزيز. راحت فين الغداره؟ انت تعبان هنا يا صغير. تعبان يا ابو العزيز. عم يا جمل تعالى انت كمان. طعمك حلو ها تعالى. رحمني فين؟ احلى تراب عملت لك تراب تخش فيه. والله البنت نزلت تاني الغداره. ادخلها بسرعه بسرعه بسرعه. ارحم. عم يا جمل. لك اوه. يلا نشوف اللي بعده. ده البنت المحترفه رجعت مره تانية. خدوا بالكم دخلت في التراب مية مية بس بعيدة تقريبا. تحت اتمسكت او تقريبا وقعت في التراب اللي تحت. اه انسان هتهربي منين؟ اه يخرب عقلك. اوكي وفكت التراب ماشي. هتتعبني البنت دي محترفة وهتتعبني. بس هنشوف هلا ابو اللذيذ هيقدر ولا لا. راح فين؟ راح فين؟ راح فين؟ انا عايز لك اطلع لي. ودخلت في التراب. دخلت في التراب المنوبة. كمل كمل. يلا 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 يلا. يا حظك. هتلف ها؟ خليها تلف. كده كده لازم تنزل من المكان ده. تقام بالله. اثرت حاجة فوق والله الشقية. اوكي. طبعا هتنزل من هنا. خلينا نشوف بس جابت المفتاح ولا لا. انا هتأكد دلوقتي. خان شيك؟ لا. انا قاعد لك ايه ده؟ ينفع نرقص؟ نستنى نجرب نرقص؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ تعال يا اسطوريه. تعال تعال اعملها فيها بطله. ما فيش حد عملها. تعملها انت يا بنوبه؟ اوكي خد الطريقه المختصره. والله بتجري جريتها سريعه. تقريبا جايبه سبيد. اه تتعبني ها؟ تمام. هنكم بالله هنا. هنا يا انت. يا انا يا انت. هقعد لك هنا. اه وقعت. والله وقعت. اطلع ابو اللازوريس. بس كده. يا ابني ما تكبر. بقول لك يا انا عنكبوت وعاجبني المكان هنا. انا حابب احط الترابات بتاعتي هنا. فلو انت لسه جديد معانا تحب تشجع عنكب اتمنى منك تنزل تشترك معانا في القناه. تظهر بالاحمر تحت نفس اللي موجود في القبو ده. دوس عليه وحاول نور رصاصي عشان تنورنا في القناه. عشان بدات اتعصب. بترش عليا فيروس يا خطاره. رشت عليا والله. اكملني صرصار احسن. دخلت فيه. والله رشت عليا فيروس المفتريه. ها بس التراب بتاعي ظبط. ها رش تاني بس مش هتعرف تجيب الادوات. انا قاعد مكمبلك هنا. شكله يضحك. الله يا عنك بقوم بقى وصحصح. بلاش سنايبر تفضل نايم على بطنك كده كتير. تعالى يا غداره ترش على ابو اللذاريز. مشكله ما ينفعش نحط. اه بدات اتعصب والله. اتشنك دلوقتي. خلاص هدي 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 واحده واحده. تعال تعال يا مفتريه. ها بتموتيني انا بالبتاع؟ اوكي تنزل من الطريق اللي هناك. لا يا شقاوه والله انت ذكيه. كنت تنزلي من هنا. هتجيبه تاني. بخ فيا خليني انسى. انا صرصار واعجبك. لا 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 تعال تعال يا رجاية. والله ما اسيبك. عمي يا جمل. عمي يا جمل يا مفترية. شفت لما اكون عنكبوت؟ اخد مفيش صرصار او دبانه بتطلع من تحت ايديا. خش على طول في الفخ بتاعي او في خطر عنكبوت. خلاص كله ساوند طيبين. هنشوف طيب ايه اللي عندنا في الشوب. والله كان عندنا في كلاب وعندنا في حشرات وعندنا كمان في التنين اللي احنا ممكن نشتريه بالكوينات اللي معانا. معانا حوالي 85 كوين. ممكن نشتري بتاع رائد الفضاء ده. اوكي تقريبا كده انا غيرت السكن بتاعي. والله ما عارف ده ولا ده. ايوه كده المفروض اتظبط. حلو انزل بلاي يا معلم. بس يا رب نكون احنا عنكبوت. ايه ده انا مش موجود ليه؟ البت اتحولت يخرب حالك. اوكي هنزل المفروض سرفايفل. نعمل سكيب. والله يا خاله ما بيسمعش الكلام. يا خاله ما قلنا نعمل سكيب. كل شيء تعمل تستموت لي فيها. غريب والله. اوكي نحاول بالمره دي نهرب احنا. كل مره فرقت عنكبوت. المره دي نحاول نهرب سكيب. احنا مش عنك. المفروض هيكون في عنكب بس خانا. بس يا رب. اه دي البت المنوبه اللي كانت موجوده.
ماشي، هات المفتاح الاحمر، افتح الباب. والله ما عارف البيبان هنا. يا سلام عليك يا ابو لازم، والله اسطوري. رايكم في الشغل العالي؟ سمعت والله عنك. ناخد طيب بتاع البطاريه هنا كي. انا عارف تقريبا الازرق، لا الاخضر ده. والله العنكب مش عمال يصحصح. ها يلا ندور هنا. طيب مش اي حاجه في الحمام. يا ساتر، شكله نزل، شكله نزل، البنت نزلت بره. خلينا نشوف هنا، نفتح. طيب بسرعه بسرعه، 100 100. والله شكلك بلنسه وهتعملها باللازاليزه اللي هي خد. افتح هنا كيس سلم. ماشي، وعندنا دي هاتها هاتها بالمره. بس محتاجين في القبو الاول نحط اللي هو السي 4 عشان نقدر. عادي انت عامل قلق ليه؟ في يا بيت خرب عقلك شقيه والله. تمام، خلينا نشوف. طيب المفتاح الاصفر نقدر نفتح بيه ايه؟ دور هنا هنا هنا. عندنا والله بقت طريقتين تقريبا. كان بره فتحته والله بطل يا ابني. هات طيب البطاريه. خلينا نشوف في بطاريه هنا. حلو، خدها سريعا سريعا. انت ما حطيتش ولا واحده، يخرب عقلك. هات بحتاج يا ابو اللزليز، الحقني دونت وري. حط هنا 100 100. هات ده، لسه ما شلتش الخشب. قاعد اتفرج عليا. شيل دول كمان. واو، كمل. والله محتاجين السي 4 ضروري. خلاص يا عنكب، عامل قلق في المنطقه. دلوقتي محتاجين المفتاح يا بنت. ايه يا عم، والله انت مخوفني. هالبنت، هالبنت يخرب عقلها. ده سبايدر شباب، دي مش البنت، حد تاني. والله شكله يخوف. ايه؟ لا لا، الحقني يا صديقي، الحقني يا صديقي، الحقني يا جماعة. تعالى هنا. والله عبرني والله. ايه؟ بدل ده ده؟ هتاكل الولا. الله يرحمه. تعرفش يا صاحبي، لازم نضحي عشان نقدر نعيش. اكلته هم يا جمر. ايه ده، مش انت؟ دي اختك بقى اللي عامله قلق. كمل كمل كمل، اهرب بسرعه. عايزين ناخد المفتاح الاصفر. تقريبا طلعت لي من الناحيه الثانيه. ها، صوت رجليها مختلف. حلو اللي هو معايا. خرب عقلك، حتى نص ترابات قد ايه؟ المفتريه. يا رب بس ما تطلع لي تبقى مصيبه. كمل كمل. بقول لكم انا هريح هنا. تصبحوا على خير بقى. احلى نوبه دي ولا ايه؟ محتاجين نفتح هنا الخزنه. ماشي، محتاجين المفروض المفتاح الاورنج. لغايه دلوقتي لسه مش عارفين نستخدم الاصفر. افتح 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 افتح. كابتن، خدت المفتاح الاصفر؟ يا رب تكون عملتوا حاجه. خلينا نشوف هنا كمان. خش هنا في التراب نريح شويه. حد بقى يغني لي بقى اغنيه نامي يا عصفوره يا عنكب. اديله رقصه يا معلم، واديله يا عنكب، واديله. اتعصب يا لا. وقفنا كده ليه؟ بص الواد وشقاوته. اقول لك تعالى هنا عند الخروج. لا انسى، انا كنت عنكبوت زمان. ها، ما تخافش بعض سنانك دي. انا خاف مثلا يعني ولا ايه؟ يا بيبخ فينا والله، يخرب عقلك. يا جدعان ندور على السي 4، والله ما الاقيه. لو لقيته هنظبط كتير. بس مكمبل لنا التاني الغدار. بص واقف ازاي، يخرب عقلك. بس انا حمسه انا دلوقتي. هيجي عضتني. وانت يا اختي عارف تتفرجي، ما تقعد بتقفل في وشي. خدي جنبه سيلفي احسن. طب من الكاميرا هسيبك منه كانه مش موجود. دور على السي 4 كده كده غصب عنه هيبدا يتحرك. مفيش اي حاجه، الوضع مستقر. مفيش هنا سي 4. تمام، هنا برضه مفيش غير المفتاح الاحمر. كمل، ما طلعناش بره تصدقوا. او نطلع بره ونشيك كده سريعا. مش معقوله مفيش اي حاجه هنا خالص. كل المساحه دي كبيره على الفاضي. والله طلعت تقريبا كبيره على الفاضي. نطلع فوق طيب ونبص بصه ثانيه. دي ما نلاقي اي حاجه طالما الكابتن ده قاعد ومريح والقعده عجباه. انتوا كلكم هنا؟ اوكي، انت غيرت المفتاح الاصفر؟ وده نقدر نهرب منه. تمام، خلينا نشوف طيب هنا في ايه كمان. محتاجين السلم. وده محتاجينه. السلم تقريبا ماشي. انت لقيت هنا ايه يا حبيبي؟ انت معاك المفتاح الاصفر، طب اعمل لك ايه؟ مش هقدر اساعدك دلوقتي. والله شكلهم محتاسين حصه سودا. السلم لازم يكون مع حد عشان نقدر نحطه هنا. يلا يلا، يا رب تكون معاك انت السلم، معكيش اي حاجه. ها ماشي. طب انت معكيش السلم؟ تقريبا معاها السلم. يا رب تحطه. يلا يلا يا اسطوريه، تعالي هنا. والله ولا اتحرك. تخيل طيب انزل تحت بيكون بنسبه كبيره السلم موجود. ناخد السلم نحطه، نعمل الطريق السخنن نطلع فيه عشان نلاقي فيه
ان شاء الله السي فور. ايه ده؟ يا علاء يا عنكب، انا نايم في حضنك ولا يزن يا ابو اللذينز، ما بيخافش. البت رشت له بيرسوت في وشه يهوي الحقيقي، انا شكلي والله محتاج بيرسوت اللي استخبت. حلو الحركه دي ها. والله بدا يتشنج. خش عليه خش عليه، رش 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 في وشه، شلة قرب بس. من غيبوبه لسه صاحي. صح صح للكلام. يلا ندور ندور هنا برضو مفتاح، مفيش هنا اي سلالم. اخيرا لقيت السلم والله، يخرب عقلك. بص هيفل ازاي الكمبوره، خليك مكمبر انت يا عم. خد ده يا عم خلص. ايوه السلم بس كده. شكرا يا كابتن. سبايدر مان يا جبان. اوه حلو، تعالى والله اعلمك الادب. استنى سيبهولي دلوقتي، هنزل ابخ فيه لغايه ما اقول يا بس هيحترم ودنه ولا طالع معايا. والله بطل. نحط له طيب السلم. قاعدين بتلفوا انت حوالين نفسكم مستنيين. يلا نكمل نكمل. اها اهي اخيرا. حلو، اخدت انا السي فور، هبدلها انا بالبتاع، ارش عليها معلم. هحميك انا دلوقتي، حمي اللي فيها بطل. فين فين فين؟ ايوه بس كده. تعال والله انا، انت عايز تستحمى ها؟ عامل لي فيها اسطوري. اخلع لسه ما ظبطتش. لم تظبطوا معنا. هو مش شكل اتصرم. قال لك كده يا عم هيرشني تاني. هات السي فور حطها لي بسرعه. بدل ده مع ده. حلو، نحط السي فور. خلي بالنا الكابتن ده والله عنكبوت تعبان. انزل يا وحش، هات بقى رشك عشان النقاط بتقول يا بس. تعال تعال رشك. احترم ودنك، احترم ودنك يا عنكب اللي انت مش بتحبه جبتهولك اهو. افتح بقك يال، افتح بقك. هيعضني. يخرب عقلك والله، جاي ومصمم دماغه ناشفه. واو العنكبوت نازل هنا ما شاء الله عليك. اوكي خلينا احسن قاعد في التراب انا بس كده عشان احمسه ويطلع. يطلع بجد؟ لا 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 لا، يخرب عقلك. طب اتحم بس يا جماعه، البرد بتاع مش نافع. اكن المحترم. حول ابو اللذاليز. يا لهوي 16 ثانيه، 15 14 13 12. يلا بسرعه بسرعه بسرعه، نقدر نكسب نقدر نكسب. يلا ابو اللذاليز اخيرا. اين انت يا هرع عنكبوت؟ سبايدر مان. يا رب بسرعه. يس جيب اوفر انت تستقبل. ركبنا وهربنا. يا سلام اخيرا. والله عذبتني المفتريه. لا عنكبوتان وباخ عملتها من ايه؟ يخرب عقلي يا ربي. والله عملت العب معايا بالسكه. يا لهوي اكلت البيت. لا والله للاسف مش حاضر اساعدها، لسه ناصحه من اربع ثواني. يخرب عقلك. يا ربي تعالي، ما تجيش غير بده تموت فيه. تعالي يا جبانه، هتهرب على الحيطه ارشك. يلا. ايه رايك؟ تعوى حيل ولا ايه؟ الرمي بعد كده تعدي يا ابو اللذاليز، ما تجيش غير بدايه مفتريه. دبنا حوالي دقيقه براحتنا بقى ها؟ لازم اخلي العيال دي تكسب. للاسف اكلت البت بلحتش قصة. من حق ارقص ولا برقص؟ اكلت الورق يخرب عقلك. والله انا كنت لسه برقص. للاسف مش حاضر انقذك يا صديقي، ناقصه ولا اربع سواكه. كانت المفتريه. خليها تمسك حد تاني. انا معايا البتاع جاهز. يلا يا غدار خدش على الراجل ده. ما تقلقش، روح روح. استنى غزة. يلا ادينا ابو اللذاليز، وادير 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 وادير. ترى هنغزك لبكره. تعالى يا كمان. الله عليك يا وحش، دونت وري. لازم يكون قلبك جامد زي ابو اللذاليز، هتتجنن ها؟ يا بنت انت فين يا بنت؟ انت دماغك ناشفه وقفلنا على الكبوه يا عافيه. فاكر نفسك سبايدر مان بجد؟ تبارك الله يا بنا، ماشي دماغها حجر. بس اول ما تشوف ده بص بتحترمني على طول ها؟ ما تجيش غير بالعينه الحمراء. امشي يلا يلا، روح انت جيب بيت الحاجه، دونت وري. يا بنتي بعدي عني يا بنتي، افنشك. بص انا في دماغها، ما تجيش غير بده، ما تجيش غير ده، وده اللي بيصحصحك. انت النبات بتاعتك المعفنه انا قعدت فيها، قاعد مستكنا سنة. اول ما اصحى لو سمحتي يرن عليا. الله، انا اخش على الكاميرا عشان اغزها. ايه خلص تربات، هتجرت لك تربات يا ابو تربات. ايه قومي قومي لو جرع يا جبانه. بس حلوه لما تكون عنكب فضائي، تبقى حاجه كده بص سبيشال. نزلنا كيف واحد مستنيني بره يا كابتن.
انت مستاجر على اهداك ها؟ دونت وري. جايلك يا حبيب. ماكله هم يا جمل. يلا مع السلامة. ضيع ده مع السلامة. يلا حبيب قلبي. يلا. بالهنا. شوف بقى التانيين. انا هجيلهم عنصر مفاجأة من فوق ها؟ ترى خضوا حتى تخضى والله يتسرع. طب لزليز. كمل 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 مفيش حد هيتوقع. كيف فتحوا القبو يخرب عقلكم فيه؟ انا كابسي. بص انا لف وراجف وارجع تاني. تروح هنا كمان تعالى كابتن هتعملي فيها محترف على بطل ها يا كابتن انت كمان تعالى يا صغير انا فكر نفسك ذكي على ابو اللدنيز مع السلامه يلا ما اقدرش فرهد الولد على جبان انت كمان في واحد قفل الباب هنا ها تعالى راح فين حاجه غريبه والله فص ملح وداب عفريت اختفى انا حط له الترابات ده هنا كمان بس تعال تعال يا اسطوري يا ورا التلاته اللي هيجري تعالى يا جبان تعالى يا جبان ها قال لك انت تجري عايز تجريني بره لا يا معلم مش انا اللي اقف في الفخ ده انا هحط لك احلى فخ لعيونك تعال احلى مم ده ولا ايه يلا مع السلامه وصلنا كام لسه لسه في شوية ها خلي بقى حد يفتح الكب تاني وريني نفسكم يا ابطال حطينا في اللزاليز اسوأ عنكبوت كمان بس كده كمية ترابات محترمة الولا غصب عنه لازم يخش فيها تعالى كابشي تعالى لا انت هتلففني بقى ها ايه لا خليني قاعد جنبك كده حط له تراب هنا مينفعش عشان قريب منه يا حظك طب هحط روحك كمان على السلم ها يبقى في اتنين يا ابني ده انت هيطلع ده البيت ملخم سبع دقايق هفضل قاعد لك ها مفيش حاجه غيرك تعالى يا كابتن تعالى انت فرد لي عضلاتك خلاص انت فرد لي عضلاتك فكر نفسك مين انسى نفسك الله على اللوبي على طول تعالى يلا ها تعالى يا ابو حميد عامل لي فيها بطل ها انت مزنوق مزنوق ها مكان محاصر يا ابو حميد مكان محاصر هتحاصرني ولا يخرب عقلك بس مش هيعدي باذن الله هيخش في الترابات في كميه ترابات محضرها لك يا ابو حميد زي العنب خش فيها بطل عدى من اولاني ان شاء الله يخش في التاني عيب عيب يا ابو اللزريز قايل لك هتخش يعني هتخش هتتاكل عمي يا جمل سلام علوبي انا طاز انا اصلا عندنا في العجبه كمان انت انا اجاب اللايك وتقدروا انكم تشتركوا معايا في قناه الانستغرام معانا ومره جايه فيديو جديد عايز تشوفوا كيف سبايدر مان سلام